أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر، مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة والحول والقوة، فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين وبالخصوص من حضر في هذا المكان، حتى ننظر إلى ولي أمرك صلواتك عليه ظاهر المقالة واضح الدلالة، هاجيا من الضلالة شافيا من الجهالة. أبرز يا ربي مشاهدته وثبت قواعده، واجعلنا ممن تقر عينه برؤيته، وأقمنا بخدمته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واقضي حوائج المحتاجين بحقه برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة قبلها الصلوات على محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد. إذن بعد التوكل الله سبحانه وتعالى لكم الكلام، وكان الكلام في الأدلة المحرزة، ولا بأس يعني دائما نستحضر المعنى الإجمالي، المعنى الكلي، خريطة البحث، خريطة المحاضرة، خريطة الأصول، ودائما تكون في أذهاننا وحتى نعرف نحن في أي مفصل من مفاصل البحث. فالكلام هو في الأدلة، والأدلة تقسم إلى أدلة محرزة وأدلة عملية، أو أدلة محرزة وأصول عملية. الأصول العملية والأدلة العملية تقسم فيها أقسام، فيها مباحث، فيها عناصر سنبحث فيها الاحتياط والبراءة ومنجزية العلم الإجمالي والاستصحاب. هذا ما يبحث في الأصول العملية. وعندنا الأدلة المحرزة تقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. الأدلة المحرزة تقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي، أو تسمى الدليل العقلي يسمى بالإدراكات العقلية. إذن عندي أدلة، الدليل بصورة عامة يقسم إلى دليل محرز وأصل عملي. الدليل المحرز يقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. الدليل الشرعي يقسم إلى لفظي وغير لفظي. الدليل الشرعي غير اللفظي هو يشمل فعل المعصوم وإقرار المعصوم. هذه يعني الخارطة أو الخريطة الرئيسية للبحث. فسندخل في الأدلة المحرزة ونبحث الدليل الشرعي، بعدها نبحث الدليل العقلي، بعد هذا ندخل إلى الأصول العملية، نبحث الاحتياط، البراءة، منجزية الأمن الإجمالي والاستصحاب، وبعد هذا يعني نبحث حالات التعارض بين الأدلة، فكيف نجمع بين الأدلة. فإن عندنا في الأصل يعني ثلاثة محاور، محور في الأدلة المحرزة، ومحور في الأدلة أو الأصول العملية، والمحور الثالث هو الجمع بين هذه الأدلة أو كيفية الجمع بين هذه الأدلة. في النوع الأول، إذن كلام في النوع الأول وهو الأدلة المحرزة. تحت هذا العنوان عندنا عنوان آخر هو مبادئ عامة. قال السيد الأستاذ المعلم، يقول: الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي أولا وثانيا إما يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. قلنا إذا يعني ما دمنا ضمن هذه البحوث الأصولية وفي هذا المقام الذي الآن نحن نتحدث فيه، عندما نقول العلم يعني القطع، عندما نقول القطع يعني العلم. نقول إما يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أولا، إما يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا، أي لا يؤدي إلى العلم. إذن الدليل الذي يستند إليه الفقيه إما يؤدي إلى العلم أو لا يؤدي إلى العلم، يؤدي إلى ما دون العلم، إلى الظن، إلى الاحتمال. إذن عندي الحالة الأولى
الدليل الذي يؤدي إلى العلم، والحالة الثانية ستكون الدليل الذي لا يؤدي إلى العلم. الحالة الأولى الدليل الذي يؤدي إلى اليقين، الدليل الذي يؤدي إلى القطع، والحالة الثانية هو الدليل الذي لا يؤدي إلى العلم، الذي لا يؤدي إلى اليقين، الذي لا يؤدي إلى القطع. ففي الحالة الأولى أي حالة الدليل، ففي الحالة الأولى الكلام للسيد الأستاذ بين قوسين الدليل، في الحالة الأولى نقصد الدليل يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، الدليل يؤدي إلى القطع واليقين بالحكم الشرعي. ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعياً ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع. ففي الحالة الأولى، ما هي الحالة الأولى؟ قلنا الدليل يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، يؤدي إلى القطع بالعلم الشرعي بالحكم الشرعي. تحت هذا العنوان يقول السيد الأستاذ، الأستاذ المعلم يقول يكون الدليل قطعيا، يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من أي شيء؟ من حجية القطع. أخذنا سابقا العنصر العام المشترك بين العناصر، بل المشترك بين البحوث الفقهية والأصولية، ما هو القطع. وقلنا لتعريف أننا حجية القطع، ما هي الحجية؟ قلنا التنجيز والتعذير. أثبتنا بالعقل، بحكم العقل، بإدراك العقل، بأن القطع منجز ومعذر. يعني أثبتنا بالعقل وبإدراك العقل بأن القطع حجة، هذا ثبت عندنا. بعد هذا لا نتحدث عن هل القطع حجة أو ليس بحجة، هل القطع منجز أو ليس بمنجز، هذا الكلام انتهينا منه. أدركنا عقلا وكلنا اتفقنا بإدراكاتنا العقلية، ولا تحتاج إلى نظر وإلى بحث. أثبتنا بأن القطع حجة، بأن القطع منجز ومعذر. الآن أصل الكلام في الفرض، قلنا الدليل يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، بالتأكيد عندما يؤدي إلى العلم فهو فيه قطع، فيه كشف تام. يكون الدليل، يقول الأستاذ المعلم، يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من أي شيء؟ من حجية القطع، لأنه قطعي إذن هو حجية كما أثبتنا سابقا. من أي، بأي دليل، بأي حكم؟ بحكم العقل وبإدراك العقل. يقول يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العقل. هذه عدة مقدمات، يعني هو كلام في فقرة واحدة لكن نحن فصلناها إلى مقدمات. يعني ففي الحالة الأولى عندنا أربع مقدمات. الأولى يقول يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع، لأنه يؤدي، المقدمة الثانية لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، ثالثا والقطع حجة بحكم العقل، فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي، فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. نرجع إلى أصل الفقرة وأصل الكلام. لاحظ الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، كم مصطلح عندنا هنا؟ عندنا أول شيء الدليل، فقط نريد أن نلفت إلى هذا، عندي دليل وعندي حكم شرعي. يعني هنا الدليل غير الحكم الشرعي، عندي دليل يكشف لي الحكم الشرعي، عندي دليل يبين لي الحكم الشرعي، عندي دليل ينشئ عندي العلم بالحكم. إذن عندي دليل وعندي حكم، هذا التفريق بين والتمييز بين الدليل والحكم. في هذا المقام سيكون له مدخلية في البحث إن شاء الله. إذن نرجع، بعد أن عرفنا الفرق بين الدليل والحكم، الآن نسأل أنفسنا، عندي الدليل قطعي فالحكم ماذا يكون؟ يكون قطعيا. لاحظ يوجد فرق، قلنا بين الدليل وبين الحكم. إذا كان الدليل قطعيا فيكشف قطعا عن الحكم، إذا كان الدليل قطعيا يكشف قطعا عن الحكم. التفت جيدا، الدليل قطعي فهو حجة بحجية القطع بحكم العقل. الآن بعد أن كان الدليل قطعيا صار الحكم، لأنه كشف عن الحكم، صار الحكم قطعيا أيضا. إذن الحكم حجة ليس بحجة، حجة ما هو مشأل الحجية أيضا. تقول
للقطع لحجية القطع أي بحكم العقل فهو حجة. نرجع مرة أخرى نقرأ. ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا، يعني أرجو أن يلتفت بأن البحوث الأصولية عادة هي يعني أقصر كثيرا من البحوث الفقهية. الفقه كثير وأبواب كثيرة وبحوث شاسعة جدا، أما الفقه فهي يعني تكون يعني مهما طالت فهي مقارنة بالفقه بالبحوث الفقهية تكون قصيرة، والتدقيق يكون هذا دائما بالعبارة وبالمعنى وبالمقصود وإرجاء الضمائر والصور المحتملة ضمن يعني المراحل الدراسية. فنحن يعني ليس على نحو البطر والترف نعيد العبارة مجرد حتى نريد أن يعني نتعلم جميعا كيف نتعامل مع العبارات وكيف نفسر العبارات وكيف نفهم المعاني. إذن نقول ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع، هذه واضحة كما ذكرناها، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، هذه مقدمة ثانية. والثالثة والقطع حجة بحكم العقل. رابعا فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. لماذا يتحتم على الفقيه؟ يأتي يعني ربما السؤال، لماذا يتحتم على الفقيه؟ نقول الفقيه حاله حال المكلفين، وهو ابتلي بأن يكون عليه وزر الفتوى والحكم الشرعي، وهو أيضا عبد، عليه أن يعني يكون عبدا صالحا لله فيطيع الله، يوجد أحكام عليه أن يعرف هذه الأحكام حتى يتحقق معنى العبودية ويحقق معنى العبودية التي فيها فيها رقي للإنسان. هذا الذي دفع الفقيه للاستنباط، يدفع المكلف للبحث عن الحكم، لا يستطيع لا يقدر أن يبحث، ليس عنده القدرة على الاستنباط، يلجأ إلى من له القدرة على هذا. فالفقيه عنده قدرة، فعليه واجبان. الواجب الأول هو كعبد عليه أن يبحث، ولأنه صار مسؤولا عن آخرين وكلفوه بمهمة وحملوه الأمانة أيضا عليه أن يبحث، صار عنده قطع بحكم. إذن هذا القطع الذي صار على المجتهد على الفقيه، هذا القطع يكون حجة عليه وليس بحجة، حجة. هذا الحكم المقطوع، الحكم المقطوع صار منجزا على الفقيه أم ليس بمنجز؟ صار منجزا على الفقيه. إذن من هنا قال فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه الحكم الشرعي. الآن المسألة واضحة عندنا، انتهينا من المقدمة الأخيرة وما أردنا أن نشير إليه. مع هذا يوجد تعليق على ما ذكر في الحالة الأولى. تعليق هنا يعني تحت التعليق نحن سجلنا تعليق، هنا مقدمات. نقول لاحظ عندنا المقدمة الأولى، لاحظ عندنا دليل وعندنا حكم شرعي، عندي دليل وعندي حكم شرعي كما بينا قبل قليل. ماذا قلنا؟ قال الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم. إذن عندي دليل وعندي حكم، والدليل يكشف عن الحكم، هذه مقدمة ثانية. إذن عندي دليل وعندي حكم، والدليل يكشف عن الحكم. هذه المقدمة الثانية. الثالثة والدليل تارة يكشف عن الحكم بدرجة اليقين والعلم والقطع، وتارة أخرى يكشف عن الحكم بدرجة ظنية غير يقينية. هذه المقدمة الثالثة أيضا المفروض تكون عندنا واضحة. إذن عندي دليل وعندي حكم، وعندي دليل يكشف عن الحكم، وعندي دليل تارة يكشف عن الحكم بصورة أو بدرجة يقينية قطعية وبدرجة العلم والانكشاف التام، وتارة أخرى يكشف عن الحكم بدرجة ظنية غير يقينية. المقدمة الرابعة. والآن يأتي السؤال، الآن التفت جيدا، يعني خارطت هذه المقدمات، دليل القطع بالدليل يكشف قطعا يقينا علما عن حكم، فصار الحكم قطعيا. الآن يأتي السؤال، هل أن الدليل، التفت الآن الخريطة صارت عندك واضحة، من
يعني ما هو الذي يتوجب علينا أن نسلم به أو نمضيه حجية القطع، أو الذي يثبت حجية الدليل أم حجية الحكم؟ من الذي ثبت مسبقا القطع بالدليل أم القطع بالحكم؟ طبعا الجميع يقول القطع بالدليل. إذن لاحظ هذه الخريطة، عندي دليل نقطع بالدليل، هذا الدليل القطعي يكشف عن حكم، فإذن هذا الكشف تام، إذن هذا الحكم قطعي، إذن هو حجة. هذا ما ذكرنا. إذن والآن يأتي السؤال، هل أن الدليل ثبت أو تثبت وتنكشف قطعيته وحجيته من الحكم الذي انكشف به، أو الطريقة أو الكلام عكس هذا؟ نعيد الكلام، عندي دليل قطع بدليل يكشف عن الحكم قطع بالحكم. إذن الآن الدليل القطع بالدليل وقطعية الدليل استفدناها وتسببت وكانت من آثار القطع بالحكم، أم بالعكس القطع بالحكم هو أتى من القطع بالدليل؟ طبعا القطع بالحكم هو الذي ترتب وتفرع عن القطع بالدليل. إذن والآن يأتي السؤال، هل أن الدليل تثبت وتنكشف قطعيته وحجيته من الحكم الذي انكشف به، أو أن قطعيته وحجيته تسبق الحكم المنكشف بما هو منكشف؟ بعبارة أخرى، هل أن حجية وقطعية الدليل لا تثبت إلا بعد أن نقطع بالحكم الذي انكشف بذلك الدليل، أو أن قطعية الدليل وحجية الدليل ثابتة قبل الحكم وقبل القطع بالحكم؟ ثابتة هي أولا ثابتة، بعد هذا نتحدث عن الحكم وانكشاف الحكم والقطع بالحكم. إذن هذه أيضا مقدمة أخرى، نقول بعبارة أخرى، هل أن حجية وقطعية الدليل لا تثبت إلا بعد أن نقطع بالحكم الذي انكشف بذلك الدليل، أو أن قطعية الدليل وحجية الدليل ثابتة قبل ذلك؟ والجواب أن حجية الدليل وقطعيته ثابتة قبل القطع بالحكم وقبل انكشاف الحكم والعلم به. واضح؟ حتى نقرب، ما هو الدليل؟ ماذا الآن الفقيه ماذا يستعمل من الأدلة؟ أخذنا ونحن هنا في هذا المقام في بحث الأصول المفروض عرفنا وتيقنا وعلمنا بأن الأدلة التي تستعمل لكشف عن الحكم هي إما حجية خبر الواحد، أو حجية الظن، أو الاستصحاب، أو البراءة، أو غيرها من أدلة محرزة أو من أصول عملية. ونحن الآن في الأصول ندرس هذه العناصر، ندرس هذه الأدلة، نثبت هذه الأدلة، بعد هذا نأتي ونقوم بعملية الاستنباط. إذن من الذي يسبق، الدليل أم الحكم؟ لا يوجد كلام أصلا في الحكم، وتحدثنا عن الدليل وعن عناصر المشتركة. إذن والدليل أن حجية الدليل وقطعية الدليل أن حجية الدليل وقطعيته ثابتة قبل القطع بالحكم وقبل انكشاف الحكم والعلم به، وأن قطعيته وحجيته تسبق الحكم المنكشف بما هو منكشف، وذلك لأنه يعني فقط أيضا هذا المنكشف بما هو منكشف، مجرد هذا القيد وضعناه، لأنه تعلمون عندما ندرس الآن المسائل المشتركة، قبل قليل قلنا تسبق، لأننا ندرس في الأصول المسائل والعناصر المشتركة ونثبت هذه، بعد هذا نتحدث عن حكم وعن انكشاف حكم وعن قطعية حكم. لكن حتى قلنا بما هو منكشف حتى ندفع ما يرد أو ما يحتمل أن يرد من إشكال. يقول قبل أن نخلق نحن كأشخاص كأصوليين كفقهاء، قبل عملية الاستنباط، بل قبل وجودنا، بل قبل أن يعني يكون للأصول خصوصية، بل قبل أن يكون للفقه وعملية الاستنباط خصوصية في زمن المعصومين سلام الله عليهم، عندما لا تكون حاجة في يعني الأزمان أو الوقت الأول من الرسالة وعصر الرسالة لا يوجد حاجة للاستنباط، لا يوجد كلام عن عناصر مشتركة وأصول، ومع هذا الحكم ثابت من ذاك اليوم، من تلك اللحظة التي شرع فيها الحكم هو ثابت، لكنه لم ينكشف لنا.
إذن الحكم موجود قبل الدليل، الدليل الذي نحن نسلكه لإثبات الحكم. إذن في الواقع من هو الأسبق، الدليل أم الحكم؟ الحكم أسبق من الدليل، الحكم واقعي، الحلال حلال والحرام حرام، هذه أحكام ثابتة إلى يوم الدين وثابتة من عصر التشريع. إذن في الواقع الحكم يسبق العفو نعم في الواقع الحكم يسبق الدليل، هذا في الواقع. لكن الآن في يعني في السلوك في العمل في وظيفة المجتهد أو الفقيه نقول لا ينكشف الحكم للمكلف للفقيه للمجتهد إلا بعد أن يعلم بالدليل ويثبت أو يثبت حجية الدليل، هذا فقط. فلذلك قلنا بما هو منكشف، يعني يتحدث عن قضية انكشاف، يعني هذا بما هو منكشف نريد أن نقيد اللي نقول أسبقية الدليل على الحكم متى؟ في حال عمل الفقيه عند أو بلحاظ عمل الفقيه، بلحاظ سلوك الفقيه، بلحاظ وظيفة الفقيه، وليس بلحاظ الواقع، هذا فقط لدفع الإشكال. وأن قطعيته وحجيته تسبق الحكم المنكشف بما هو منكشف. أنا فقط يعني أعطيكم شيء من يعني من الشبهات التي سجلت على الناس، أنه عندما يسأل يقولون فلان أعلم فلان أرجح فلان كذا، يعني الأمور تسجل السابقة تسجل أيضا حتى في هذا الوقت، كان يقال بأنه عندما يسأل يقول فلان أعلم، من أين تعرف؟ هل يوجد أهل خبرة؟ بغض النظر عن أهل الخبرة وسقوط أهل الخبرة ليس هذا، لكن يعني تقييم الشخص الإطمئنان الشخصي، مقدمات الإطمئنان عند الشخص، مناشئ الإطمئنان عند الشخص. المهم كانوا يقولون بأنه من ضمن الأمور أنه أنت لست من أهل الاختصاص، لا تستطيع أن تميز هذا أرجح على ذا، هذا أعلم من هذا، هذا أدق من ذاك. ونحن أجبنا سابقا وأيضا الآن نكرر بأنه يعني في عملية الترجيح يعني عادة بل حتى ممكن أن نقول دائما لا تحتاج إلى أن يعني تدخل في تفصيلات العلم، لا تستطيع أن تدقق في المباحث العلمية، يكفي الجانب الإجمالي. في ذلك الوقت قلنا يكفي هذه المناظرة المشافهة بالمشافهة أو المناظرة المكتوبة، قلنا يكفي فيها أن يثبت عندك فبهت الذي كفر، يعني هذه البحوث التي كانت هي بحوث كلامية، بحوث عقائدية، بحوث تفسيرية، بحوث فقهية التي حصلت بين الأئمة، أئمة أهل البيت وبين باقي الأئمة وباقي أئمة المذاهب وباقي الأشخاص، هذه كلها عبارة عن بحوث فقهية كلامية عقائدية. مع هذا من حضر في تلك الفترة؟ الذي حضر عوام الناس، الذي حضر سواد الناس، والقرآن اعتبر هذه الجلسة وهذه المناظرة وهذه المحاججة حجة على المكلفين، حجة على الناس. لم يقل القرآن أنتم لستم من أهل اختصاص علم الكلام أو العقائد أو علم الفقه أو غيرها من العلوم، فلا تستطيع أن ترجح. لحد هذه اللحظة نحن نقرأ في الكتب كيف انتصر إبراهيم سلام الله عليه، أو انتصر موسى عليه الصلاة والسلام، أو انتصر عيسى عليه الصلاة والسلام على الآخرين، أو انتصر النبي صلى الله عليه وآله في مناظراته ومحاججاته على الآخرين، وكيف انتصر أمة أهل البيت سلام الله عليهم، ونسجل لهم هذا النصر وهذه الأرجحية ونحتج بها على الآخرين بهذه الخصوصية، علما بأننا لسنا من أهل الاختصاص لا في الفقه ولا في الأصول ولا في التاريخ ولا في العقائد ولا في التفسير ولا في غيرها من علوم من العلوم التي لها علاقة في الترجيح. فيكفي الجانب الإجمالي، هذا جانب. الآن يعني لا أقول الجميع، إن شاء الله نأمل أن يكون الجميع، لكن حسب ما يعني النظرة إذا كانت فيها نوع من الدقة، لكن القضية نسبية أعتقد إلى هذا المستوى من البحث أكثر من 90% إن شاء الله، إذا لم يكن 100% قد فهموا ما نقول. هذا يعني ممكن بعضكم يعمل استقراء ويشكل على ما نقول، مهما كانت النسبة التي تحققت. وأيضا أكثر من موجود هنا هو ليس من طلبة الحوزة وليس عنده خلفية حوزوية، لكن مع هذا أقول يعني بكل ثقة وعندكم طلب هنا يحضرون، هذا الكلام الذي نحكيه الآن بهذا الأسلوب الطرح والشرح والإشكالات التي تطرح وإيصال الإشكال لكم ودفع الإشكال، هذا لا يرتقي إليه من يعطي بحوث الأصول الآن في النجف أو في قم.
اسألوا الطلبة هنا وقولوا ماذا يعطى في البحوث. إذا وجدت بحوث أصولية هناك، لا يعطى بحوث أصولية بالمستوى الذي الآن نحكي فيه نحن مع الحلقة الأولى، نحن في التمهيد. فيعني أيضا هذه نعطيكم ثقة، لكن ليست هي الثقة التي تؤدي إلى الانحراف. يعني كل منكم ممكن أن يذهب ويحتج على الأخير ضمن البحث الذي وصل إليه بأنه أعلم منه في الأصول بهذه الخصوصية وبهذه الجزئية وفي هذه الجزئية. أما تعلمون قضية الأعلمية كما يعني عشتم معنا أنتم، كما حادثة الأمس والتسجيل والصوتيات والتصوير والطبخ وغيرها، هي على قول السيد الصدر رحمة الله عليه يقول هي بهذلة، فهي حقيقة بهذلة متعبة، لكن أهل الدنيا طبعا يفرحون بهذا الأمر ويرغبون به. فعندما يعني تورط سلام الله عليه بمعنى يعني القضية نوع من المسامحة، عندما تورط أمير المؤمنين سلام الله عليه بالسلطة، فعندما قتل سلام الله عليه عندما استشهد ماذا قال؟ قال فزت رب الكعبة، فرح بهذه الخصوصية هذه الخصوصية وبهذه الضربة، لأنه يخلص من مسؤولية ومعاناة عاشها سلام الله عليه. ونحن أيضا نقول هنا يعني المرجعية الاجتهاد ليست يعني قضية جزئية، فيها مسؤوليات كثيرة، فيعني مهما تفتح من أبواب تفتح عليك وتغلق تلك الأبواب تأتي أبواب مضاعفة وشبهات أكثر عليك أن تتصدى لها. فالمسؤولية متشعبة جدا، فليس كل شخص يعرف شيئا هنا صار أعلم من شخص في المسألة الفلانية أو في الفصل الفلاني أو في المبحث الفلاني قال أنا أعلم وأنا مجتهد وإذن تعال قلد وتعال اتبع لي، كما حصل مع بعض الأشخاص. يعني تعلموا منا، علمناهم الرمي ورمونا، تعلموا منا بعض الأمور من هنا في الأصول وذهبوا منها، قالوا سجلوا بعض الإشكالات حسب ما يعتقدون من إشكالات. هذه قضية. قضية أخرى أيضا لا بس الآن تذكرت، يعني أيضا ليس من صحيح، ليس عندنا نقول شغل وعمل حتى كل ما يصدر كلام من شخص علينا أن نرد. ملايين المنافقين وملايين المشتبهين وأهل الريب والظنون والشكوك والكثير من المنتفعين والمنظمات المعادية الكثيرة، هل نتفرغ للجميع؟ من أين نأتي بالوقت؟ يوجد قضايا إثباتات كلية، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه القضية المفروض تكون معروفة. فعندما يأتي زيد من الناس يقول أنه فلان لم يرد عدم الرد حجة، هذه القضية يمكن لو كانت في بداية الأمر، يعني لو كان حالي مثل حال زيد أو عمر من الناس لا بأس نقبل بها. أنا أصبحت لا، هذا الفترة بفضل من بركة من بقي معنا وثبت معنا، بركة الجميع ومن يحضر هنا، احنا اصدرنا بحوثا، هذه البحوث في الخارج، وانا ليس عندي دعوة غير دعوة الفقه والاصول، قضية العلم بالفقه والاصول، عندي البحوث الفقهية وعندي البحوث الاصولية. فانا سبقت الاخرين ممن الان يريد ان يحتاج من يقول عدم الرد حجة، فليس عدم الرد مطلقا حجة. الان يأتي عدم الرد، الآن من منكم كم منكم من الرياضيين يأتيني شخص بأن يعطيني نظرية في لنقل قيادة مباراة مع الفريق الذي يعمل ضمن الخطة البرازيلية أو ذاك ضمن الخطة الإيطالية أو أنا لا أعرف بها، يكون أعلم مني، هل يكون هذا أعلم؟ اذهب وقلد هذا الشخص. يأتي شخص آخر يعني كذبا ونفاقا، هي ليست حقيقية، نحن أثبتنا لكم يعني حتى سابقا، حتى من يدعي أنه أعلم بأشياء أخرى غير الفقه والأصول رددنا عليهم وأبطلنا ما عندهم. والآن أنتم الآن معنا عشتم هذه الفترة، الآن يعني نتحدى من يقول أنا أخذ بالتاريخ والعقائد والرجال وفضلا عن الفقه والأصول بالبحوث التي طرحناها لكم ضمن هذه الفترة التي نحن تشرفنا بها في إعطاء البحوث أيام الخميس والجمعة. فعندما تريد أن تخوض بكل شيء طبعا ممكن أن يعني تتميز وتفوق على آخرين، لكن علينا أن نحدد ونشخص ما هو عمل الفقيه وما هي دعوة الفقيه. الفقه والأصول، من عنده شيء هذه البحوث الأصولية يبطلها، أما تبطل الأصول بأسلوب مرجعيات السب الفاحش والفحش
ليس بصحيح. يعني أنت الأصول يأتي يرسم لك يعني عجلا ويقول الأصول ويقارن بين الأصول والعجل. هذه بحوث أصولية، أبطل البحوث الأصولية. إذا عندك قدرة ادخل إلى داخل العلم وأبطل نظريات العلم، هذا هو الشيء الصحيح وهذا هو الطرح الصحيح. أما تأتيني بنظرية، لو سميت نظرية بالطبخ أو في الرياضة أو في الكيمياء أو في الفيزياء أو الرياضيات أو غيرها، هذا ليس من عملنا وليس من شغلنا. فهذا يعني البحث، النتيجة بين هذا البحث يعني هو يعني يرتقي إلى البحوث التي يزعم أنها بحوث خارج كما موجود هناك. وأيضا عندما ينتهي الدرس ممكن أن يسأل، وأرجو أن يكون الطلبة من يحضر البحوث يكون منصفا في الإجابة. يقول: والجواب أن حجية الدليل وقطعية أن حجية الدليل وقطعته ثابتة قبل القطع بالحكم وقبل انكشاف الحكم. أرجو أن لا نكون قد نسينا أصل المسألة، عندي حكم وعندي دليل، فهل حجية الدليل، عندي دليل وأقطع بدليل وعندي حكم وينكشف بالدليل وتحصل بعد هذا حجية الحكم، فهل حجية الدليل تنشأ من حجية الحكم أم القضية معاكسة؟ حجية الحكم تنشأ من حجية الدليل. قلنا حسب وظيفة الفقيه، حسب وظيفة المستنبط، أن حجية الحكم تنشأ من حجية الدليل. والجواب أن حجية الدليل وقطعية الدليل ثابتة قبل القطع بالحكم وقبل انكشاف الحكم والعلم به، وأن قطعيته وحجيته تسبق الحكم بما هو منكشف، وذلك لأنه، التفت جيدا، وذلك لأنه لو لم يكن الدليل قطعيا، دليل كشف عن حكم، إذا لم يكن الدليل قطعيا يثبت لي قطعية الحكم؟ لا يثبت قطعية الحكم. إذا كان الدليل ظنيا كشف عن الحكم ظنا، فهل الحكم يكون قطعيا؟ لا يكون قطعيا. إذن لا تثبت قطعية الحكم إلا بعد ثبوت قطعية الدليل. إذن يثبت الدليل وقطعية الدليل، بعد هذا أقول بقطعية الحكم، أقول بتمامية الانكشاف. وذلك أنه لو لم يكن الدليل قطعيا فلا تثبت قطعية الحكم، فإذا كان الدليل قطعيا فإن الحكم المنكشف به يكون قطعيا أيضا. أما إذا كان الدليل ظنيا فإن الحكم المنكشف به يكون ظنيا أيضا. إذن ما هي الفائدة من هذا الكلام؟ الآن هذه النتيجة أو المقدمة الأخرى، نقول: وعليه لا يصح ما ذكر في المتن. عندنا هذا كل الكلام مقدمة حتى نسجل إشكالا على ما ذكر في المتن، على ما ذكر من قبل الأستاذ المعلم. وعليه لا يصح ما ذكر في المتن، حيث قال، ماذا قال السيد المعلم الأستاذ؟ قال: يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع. يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من أين؟ من حجية القطع. ليس، لا يوجد إشكال في هذه العبارة. بعد هذا ماذا قال؟ قال: لأنه يؤدي، هناك كانت المقدمة الثانية حسب ما أعتقد، نعم المقدمة الثانية في الحالة الأولى، قال: لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم. يكون حجة لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم. التفت فقط جيدا، الدليل يكون حجة متى؟ إذا أدى إلى القطع بالحكم. إذن من الذي يثبت أولا، القطع بالحكم أم القطع بالدليل؟ القطع بالحكم يثبت. يقول: لا يثبت القطع بالدليل إلا بعد ثبوت القاطع بالحكم. إذن حتى يثبت القطع بالدليل لابد أن يثبت القطع بالحكم. وهذا الكلام تام أم غير تام حسب البيان السابق؟ غير تام، لأننا قلنا لا يثبت القطع بالحكم إلا بعد ثبوت القطع بالدليل. واضح المسألة؟ إذن الآن نقول: لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، أي لا يصح أن يعلل، أي لا يصح أن يعلل قطعية الدليل وشرعية الدليل، لا يصح أن تعلل بقطعية وحجية الحكم.
أي لا يصح أن يعلل قطعية الدليل وشرعية الدليل وحجية الدليل بقوله لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم. أيضا من هنا أيضا ندعو الجميع أن تتابعوا كل من درس هذه الحلقات، من درس هذه البحوث، حتى يوجد عناوين كبيرة درست هذه البحوث، هل التفتوا إلى هذه يعني انتبهوا إلى هذا، هل سجلوا هذا الإشكال ودفعوا هذا الإشكال؟ ربما يوجد، لكن لا نعلم، علينا أن نخبر بهذا حتى نحكي. إذن أي لا يصح أن يعلل قطعية الدليل وشرعية الدليل وحجيته بقوله لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، وذلك لأننا علمنا من المقدمات السابقة وما نتج عنها أن حجية الدليل وقطعيته ثابتة قبل انكشاف الحكم بالدليل. قبل أن ينكشف الحكم كانت حجية الدليل ثابتة، ولو لم يكن الدليل قطعيا وحجة فإنه لا يمكن إثبات قطعية الحكم المنكشف أو الحكم المنكشف به. واضح الكلام إلى هنا؟ إذن ما هو الحل؟ نقول لدفع الإشكال. إذن الكلام ما هو عند السيد رحمة الله عليه؟ قال يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم. هنا عندنا الإشكال، نقول لدفع الإشكال نحن نعتقد أنه حصل سهو عند الأستاذ المعلم أو عند الناسخين والمتابعين لتنظيم البحوث وطباعتها وتصحيحها، كما أيضا نعتذر لكم إذا لم يصلكم الاعتذار السابق. أيضا كنا كما هو الحال نشكل لجنة يعني في قضية المساجد، متابعة المساجد حتى لا يتضرر الأبناء الأعزاء بقضية المساجد، وإذا بنا كما قلنا لكم كيف كنا نعتمد على شخص، وإذا بنا نحن من نقوم بخدمة هذا الشخص وإدارة شؤون هذا الشخص وما يحتاج الشخص. هذه في أيام الغربة والوحشة والتشديد والتطريق. أيضا نشكل لجان قانونية، وإذا بالأشخاص في تلك الفترة ومع تلك الخطورة يطلبون الاتصال والمواصلة، يقف عند ما يسمى بالعرض حالشي أو هذا الذي يكتب العرائض في باب البلدية الفلانية أو المحكمة الفلانية أو الدائرة الفلانية، ماذا أكتب، ماذا أقول؟ أو يتصل يقول صدر من الكذا المدير الدائرة الفلانية كذا يقول كذا، فماذا أجيب عليه؟ يوجد متابع، يوجد من يذهب، يوجد هذا مع تشكيل هذه اللجان القانونية. نفس الشيء أيضا تشكيل لجان متابعة القضايا، كتاب، نكتب الكتاب ونعطيه لمجموعة فقط يطبق هذه على هذا، طلبة حوزة تعطي هذا الكتاب حتى يطبق هذا على هذا، اذهبوا للطبعات الأولى من الرسالة العملية وغيرها من الكتب. أخطاء فاحشة، أخطاء مغزية، يعني صفحات كاملة محذوفة، صفحات كاملة مكررة، ومسائل مسألة نصف المسألة يبتر من هذه، يأتي نصف الآخر المسألة أخرى يدخل على المسألة التي سبقت. قضية يعني فعلا متعبة ومؤلمة. قل لدفع الإشكال نحن نعتقد أنه حصل سهو عند الأستاذ المعلم أو عند الناسخين والمتابعين لتنظير البحوث وطباعتها وتصحيحها، ومن هنا نرجح أنه قد سقط حرف الواو سهوا من العبارة، فندفع الإشكال بإضافة حرف الواو. أي واو الاستئنافية قبل لفظ لأنه، فتكون العبارة كأنما جملة جديدة، عبارة جديدة، عبارة مستأنفة، فتصير بدل لأنه ماذا تصير؟ ولأنه. وعليه تكون عبارة، الآن نقرأ عبارة سيد الأستاذ ماذا يقول؟ قال ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع، بعد هذا قال لأنه يؤدي، هنا نقول لا، ليس اللام ليست للتعليل، وإنما هنا لاحظ يعني ليست للتعليل الذي يعلل ما سبق من كلام، إنما يوجد نقطة هنا، يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع، هذا انتهى الكلام، يأتي كلام جديد، هذه الواو استئنافية التي نضيفها، واو استئنافية، نقول ولأنه يؤدي إلى القطع بالحكم والقطع حجة بحكم العقل فيتحتم على الفقيه كذا. واضح معنى العبارة؟ يعني يتحتم على الفقيه كذا لأنه يؤدي إلى
كذا وكذا وكذا. واضح المسألة؟ يعني هذه وضعنا الواو حتى نقول هذا جملة مستأنفة، فيكون هذا التعليل للكلام اللاحق وليس للكلام السابق. إذن وعليه تكون عبارة ولأنه يؤدي إلى القطع بالحكم والقطع حجة بحكم العقل، يكون تعليلا لما بعدها وليس لما سبقها، فينتج عن ذلك المعنى المستفاد بعد ترتيب العبارة وكما يلي، تكون عبارة بهذا المعنى: يتحتم على الفقيه أن يقيم على أساس الدليل استنباطه للحكم الشرعي، وذلك لأن الدليل يؤدي إلى القطع بالحكم والقطع حجة بحكم العقل. وما دام صار القطع حجة بحكم العقل، إذن هو حجة على المستنبط، حجة على الفقيه، إذن على الفقيه أن يستنبط. واضح المسألة؟ هذا دفع الإشكال. نرجع إلى العبارة الأصلية: ومن نماذجه الدليل القطعي. النماذج أي شيء؟ الكلام أين؟ في الدليل المحرز. لا ننسى الكلام في النوع الأول في الأدلة المحرزة. يقول أيضا في أي فرع منها؟ في الحالة الأولى، سماها الحالة الأولى، الذي الدليل الذي يؤدي إلى القطع بالحكم. يقول ومن نماذجه من أي نماذج؟ بين قوسين سجلوا: من نماذجه، أي من نماذج الدليل القطعي، من نماذجه القانون القائل: كلما وجب الشيء وجبت مقدمته. ومن نماذجه، أي من نماذج الدليل القطعي، القانون. القانون ماذا نقصد هنا؟ أيضا بين قوسين يعني حكم العقل. ومن نماذجه الدليل القطعي، ومن نماذج الدليل القطعي القانون أو حكم العقل أو إدراك العقل. القانون هنا نقصد حكم العقل أو إدراك العقل. ومن نماذجه القانون القائل أو حكم العقل القائل أو الإدراك العقلي: بكلما وجب شيء وجبت مقدمته. الآن وجبت العبودية لله، إذن وجب علينا حق الطاعة، وجبت طاعة الله علينا، وعندما توجب حق الطاعة علينا، ومن مصادق حق الطاعة ومن تفسيرات حق الطاعة أن لا نبخس المولى حقه. إذا عنده أوامر ونواهي، علينا أن نمتثل للأوامر، لأن عدم الامتثال هو بخس بحق الطاعة، هو طعن بحق الطاعة، هو تمرد عن الطاعة. فحتى نعرف الحكم علينا أن نستنبط، علينا أن نسأل، علينا أن نبحث. إذن كلما إذن مقدمات، لاحظ: واجب عندي الطاعة، واجب عندي معرفة الحكم حتى تتحقق الإطاعة، حتى تتحقق العبودية. مقدمة البحث هو على الذي عنده قدرة على الاجتهاد، عليه أن يجتهد، عليه أن يستنبط، يجب عليه استنباط، لأنه مقدم لي معرفة الحكم، ومقدم لي الإطاعة، ومقدم لتحقيق العبودية. إذن المقدمة واجبة. إذن كلما واجب شيء وجبت مقدمته. ومن نماذجه القانون القائل: كلما وجب الشيء وجبت مقدمته. إذن هذا من نماذج الدليل القطعي. فإن القانون، هذا حكم العقل أو إدراك العقل، يعتبر دليلا قطعيا على وجوب. كمثال يقول: إذا كانت الصلاة واجبة فالوضوء للصلاة واجب. التفت، الوضوء للصلاة ليس مطلق الوضوء. الوضوء مطلق الوضوء هو مستحب، تستطيع أن تتوضأ ويعني تمتثل إلى حد ما بهذا المعنى، يعني تطيع أو تطبق عنوان الاستحباب، لك أجر الاستحباب بالوضوء. لكن عندما تريد أن تصلي يكون الوضوء عليك، يكون الوضوء واجبا عليك، لأنه مقدمة للصلاة الواجبة. فمتى يكون الوضوء واجبا؟ عندما يكون للصلاة الواجبة أو للفعل الواجب. إذن هذه المقدمة: كلما وجب الشيء وجبت مقدمته. فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة. يقول: وأما في الحالة الثانية، أي حالة؟ الحالة الأولى ذكرناها التي تؤدي إلى القطع بالحكم وأعطى مثالا عليها، هو حكم العقل بهذا القانون الذي ذكره. أما الحالة الثانية ما هي؟ أن الدليل لا يؤدي إلى القطع بالحكم، الدليل لا يؤدي إلى العلم بالحكم، الدليل لا يؤدي إلى اليقين بالحكم. وأما الحالة الثانية، الدليل لا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، هذه بين قوسين الدليل لا يؤدي. وأما الحالة الثانية
بين قوسين يعني يقصد بها الحالة الدليل الذي لا يؤدي للعلم بالحكم الشرعي، فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا، فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا. إذن الدليل الذي لا يؤدي للحكم لا العلم بالحكم ولا يؤدي للقطع بالحكم، هل هو دليل تام أو ناقص؟ نقول هو دليل ناقص. لماذا؟ لأنه لا يؤدي إلى القطع. إذن ما هو الدليل التام من هذا؟ نقول الدليل التام هو الذي يؤدي إلى القطع بالحكم. إذن الدليل التام هو الدليل الذي يؤدي إلى القطع بالحكم، والدليل الناقص هو الدليل الذي لا يؤدي إلى القطع بالحكم. إذن نأتي هنا ما هو تحت عنوان نحن الدليل الناقص. هو قال هذا، قال والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته. فنجعل هذه العبارة والدليل الناقص عبارة عن عنوان للفقرة، لهذه الفقرة من الكلام. إذن الدليل الناقص أن فيه أولا وثانيا وثالثا، يعني عبارة الأستاذ المعلم نجعلها في أولا وثانيا وثالثا. أولا تحت عنوان الدليل الناقص، والدليل الناقص أولا إذا حكم الشارع بحجيته، يعني الصورة المتصورة إما يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص، أو يحكم الشارع بعدم حجية الدليل الناقص، أو نشك بحجيته، أو يوجد حكم آخر غير هذا الأول وغير الثاني، يقول بالسعة، يقول بالحرية، يقول بالتخير. إذن عندي حالة أولى أعلم وأقطع بين شارع حكم بحجية الدليل الناقص، والحالة الثانية أعلم وأقطع بين شارع حكم بعدم الحجية أو لم يحكم بحجيته، وعندي حالة أخرى أشك هل حكم الشارع بحجية الدليل أو لم يحكم بحجية الدليل. إذن عندي أولا وثانيا وثالثا. أولا إذا حكم الشارع بحجيته، حجية أي شيء؟ حجية الدليل الناقص، يعني الدليل الظني، الدليل الذي لا يؤدي إلى القطع. وأي دليل الآن؟ دليل محرز أم أصل عملي؟ الكلام في الدليل المحرز، إن إذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه، أصبح من الدليل الناقص، أصبح كالدليل القطعي. لماذا أصبح كالدليل القطعي؟ لأن الشارع حكم بحجيته وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه. بعد هذا لا يقال الظن والظن لا يغني عن الحق شيئا، أو لا يغني أو لا يؤسس القطع ولا يؤسس العلم وليس بحجة. نقول لو ثبتت تلك الكلية، أو عندما تثبت تلك الكلية لا تثبت على عمومها وعلى إطلاقها، يوجد مقيدات لها. فنفس الشارع الذي نفس الشارع المقدس الذي حكم بعدم حجية الظن خصص بعض الظنون، قيد بعض الظنون، أو قيد هذا الإطلاق، أو خصص هذا العموم، قال يوجد بعض الظنون تعامل معها بكونها كالقطع، بكونها كالدليل القاطع، ورتبوا عليها الآثار، اجعلوا لها الحجية، اجعلوها منجزة ومعذرة. إذن أولا إذا حكم الشارع بحجيته، أي بحجية الدليل الناقص، وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه، أصبح كالدليل القطعي وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه. هذه كلمة وتحتم، المفروض عرفنا ماذا، لماذا يتحتم عليه، شرحنا هذه قبل قليل. لماذا يتحتم على الفقيه؟ قلنا لماذا يتحتم على الفقيه، وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة ما هو؟ خبر الثقة. هنا يعني سجلنا على بعض المنتفعين وبعض الذين يعني تصدوا وساروا في خط المرجعيات السابة الفاحشة، هذا الذي يريد أن يطعن بالرجال وعلم الرجال وما ينقل عن تقييمات الرجال، فيأتي من هنا وهناك بعض الذنب، بعض الخلل، بعض الشك، بعض القدح
بعض الثقات، ببعض المحدثين، ببعض الرواة يأتي بهذا البعض، ونحن كما قلنا لا يوجد معصوم، كل من يسير في الطريق لا يوجد معصوم. عندما نتحدث عن خبر الثقة نتحدث عن الناس غير المعصومين، المعصوم خارج هذا العنوان. عندما نسلم بعصمة شخص فهذه العصمة تجعل من هذا الشخص مشرعا، فهذا الشخص المعصوم، الإنسان المعصوم هو مصدر تشريع، هو مشرع. فلا نتحدث، يعني عندما أقول المعصوم خبر ثقة حتى نتحدث نقول هو شارع لا ينطق عن الهوى، ما تحدث به ما قاله هو قول الله سبحانه وتعالى. فعندما ننتقل هنا أيضا لشخص آخر على نحو المغالطة، يقول أيضا الشارع ما دام بعنوان العام حتى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يؤمن له الحجية، حتى نحتاج إلى إله آخر حتى تكون البينة تكون من إلهين. على مستوى الضحل للمقابل ممكن أن نسجل عليه هذا الإشكال. فعندما نصل إلى المعصوم، طبعا سجل هذا الإشكال، عندما نصل إلى المعصوم وصلنا إلى مصدر التشريع، فما يقوله المعصوم هو انكشاف تام، لا نبحث عن حجية أو عدم حجية هذا الكلام. وأيضا يوجد إشكال، أنا من ضمن البحوث التي سجلت لا أريد أن أدخل بتفصيله، يوجد يعني بعض القدح يعني دين الحق ومذهب الحق من بعض المنتفعين، من بعض الانتهازيين، من بعض التكفيرين في الفكر والفعل كما عندنا عندهم. فأيضا هؤلاء يحاولون أن يقدحوا يعني بما ورد عن دين الحق وأهل البيت سلام الله عليهم بقضايا يعني الروائية، عندما تأتي رواية عن المعصوم والمعصوم يخبر عن ملك من الملائكة، يخبر عن الجن، يخبر عن الحيوانات، أشياء فهمها منهم، سمعها منهم، اطلع عليها. فعندما يخبر بعد هذا مثل يأتي شخص يقول أنه نريد السلسلة بين سلسلة الرواة بين النبي صلى الله عليه وآله مثلا، أو بين المعصوم وبين الجن الذي كان في الزمن الفلاني، أو بين أبو الجن الفلاني، أو الحيوان الفلاني، أو الملك الفلاني. نحن عندما نصل إلى هذه نقطة مهمة، يعني من يدخل إلى الإنترنت يجد يعني هذه الشبهات تطرح، فمن السهولة يسهل الرد عليها، أنه عندما تصل إلى المعصوم وصلت إلى مصدر التشريع، من أين أتى بالحكم؟ من أين علم بهذا الحكم؟ كيف وصل إلى ذلك المخلوق وتعامل مع ذلك المخلوق وفهم من ذلك المخلوق وصدق ذلك المخلوق؟ هذا ليس من عملنا، هذا هو المشرع، وهذا هو الشارع المقدس، وهذا هو مصدر التشريع، لا نسأل بعد ذلك عنه. يعني فقط هذه القضية، لأنه حتى يعني يوجد روايات اعتمدت بهذا القبيل، هي روايات يعني ليست ضعيفة وإنما يعني غير معترف بها، ليست من الروايات، لكن مع هذا دائما نجعل الجواب ويكون تاما ويكون حجة على المقابل، فلا نرفض كل شيء. يعني مثل هذه الروايات التي ليست بروايات على مباني الإخباريين تكون تامة، لأن كل ما موجود في الكتب الروائية يؤخذ عندهم. على مباني القاطعين أيضا، من هنا أيضا نوجه رسالة، وعندنا أيضا هنا ما يخص قاطع أو ذاك فلاح برهان أو القحطانية وغيرهم من أصحاب دعاوى، نتمنى أن يكون قد حضر البعض هنا أولا للفائدة، حتى خاصة البحث الأصولية تفتح عندهم الذهن وتوسع عندهم الإدراكات العقلية حتى لا يخدعوا بكلام الأخير. نتمنى يعني منهم أن يحضروا هنا، والبحوث الأخرى أيضا هي تصب في نفس ما يخدع به وما يغرر به من أصحابهم. فنتمنى أن يكون البعض قد حضر حتى لو كان يتحرج من الإعلان عن شخصه. وأيضا من هنا أيضا نوجه دعوة لهم للحضور إلى هذا المكان، وكما قلنا لكم بالأمس واليوم أيضا يوجد، وأنا أتي معي بشيء يخص أولئك الأشخاص هنا، وننتظر إن شاء الله إذا بقيت الحياة وبقينا إلى الأسبوع القادم، نأمل أن يأتوا ولا بأس بأن يأتوا بما عندهم، ونحن على
استعداد أن نسمع ونحكي معهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن الكلام في الدليل الناقص، فإذا الشارع أمضى حجية الدليل الناقص وقال بأنه حجة وارتقى به إلى الدليل التام وإلى منزلة الدليل التام، فليس أمامنا إلا أن نطيع الشارع ونمتثل الشارع. منه خبر الثقة، فما يقدح على زيد أو عامر من الناس تأتي برواية شاذة أو بقول شاذ أو بقول حقيقي عن شخص يقول أخطأ في المكان الفلاني، قال أنه كتابي كله حجة ويتبين أنه عنده كل الروايات صحيحة، تبين عنده روايات غير صحيحة، هذا لا يقدح بوثاقة الشخص. يعني عندما تقرأ بعض الروايات الظاهرة عند في كتاب الكافي، يعني عند الشيخ الطوسي، عند الكليني، عند القمي، عند غيرهم، الروايات يأتي في المقدمة يقول أنا أتيت بالروايات التامة الروايات الصحيحة، تعبيرات يعني من هذا القبيل، وبعد هذا تدخل في الرواية فعلا تجد رواية ضعيفة، يعني لا اختلاف على ضعفها. فهو قال أنا أتيت بالصحيح، هل هذا يدل على أننا نطرح كل ما في الكتاب؟ يوجد خطأ عنده، يوجد اشتباه عنده، لا نعرف ما هي المقدمات والظروف التي جعلت من هذا الشخص يقول بأن هذه حجة واعتبرها على أنها رواية صحيحة. هذا الكلام أيضا ينطبق على من؟ ينطبق على صحيح مسلم، صحيح البخاري، على باقي الصحيح عند أهل السنة. الآن أيضا مسلم والبخاري، لا يوجد عالم من علماء السنة يقول الآن مع العلم، لأنه أيضا بالرغم من أن الاسم هو صحيح مسلم صحيح البخاري، مع هذا لا يقال، لا يوجد عالم عند السنة يقول بتمامية كل ما موجود في كتاب مسلم. إذن الآن عندما يقدح بهذا، هل هم المقابل يقدح يقول عند الكافي أو الكليني تقولون صحيح، ولاحظوا هذه رواية غريبة، هذه شاذة، هذه غير معقولة، إذن كل كتبكم كل رواياتكم باطلة، أيضا نفس الكلام ينطبق على مسلم ينطبق على البخاري. بل يعني عند القضية عندهم أوضح، نحن لا نقول بالصحة، لا نقول حتى ليس عندنا صحيح الكافي أو صحيح التهذيب أو صحيح الاستبصار، لا نسميها بالصحة، هم يسمون الكتب عندهم بالصحح الستة، وبعد هذا هذه الصحح الستة فقط التزموا بصحيحين. عندما تقول فقط يؤخذ من صحيح هو المسلم والبخاري فقط هو الصحيح، إذن هذا تعريض وقدح بالصحح الستة الأربعة التي تكمل للصحيحين. وعندما تقول فقط هذه الصحح الستة هي هذه صحة وغيرها، يعني تسكت عنها أو تخصص هذه، فأنت تقدح بباقي الكتب بأنها غير صحيحة. فوجود اشتباه، وجود خطأ في كتاب لا يدل على عدم تمامية الكتاب، ولا يدل على أننا علينا أن نطرح هذا الكتاب ونرفض هذا الكتاب. فأيضا هذه شبهة تسجل من هؤلاء الذين يسلكون خط الفحش. لماذا يسلكون خط يعني هذه نحن ربما تسأل، تقول يوجد اجتهاد جانب أصولي، يعني عندما تحدث عن اجتهاد تحدث عن جانب أصولي، فكيف تقول أنه جانب إخباري؟ نحن نقول جانب السيرة والسلوك هو إخباري، لأن هو الجانب الإخباري يمهد للانحراف، يمهد للشذوذ. يعني عندما تنفي قضية، عندما تقول كل ما موجود بالكتب هو حجة، فحتى الروايات الفاحشة التي يعني ممكن أن تفسر وتؤول على أنها فاحشة، أو الروايات التي هي موضوعة فعلا من أهل الفحش من أبي الخطاب وأصحاب أبي الخطاب، وضعت ودست في كتب الروايات، سنعرف إن شاء الله خلال البحث كيف، ما هي الطريقة التي سلكها أبو الخطاب في قضية الدس. أبو الخطاب سلك يعني طريق الدس وكأنه وزارة إعلام في الوقت الحالي، كأنه وسيلة إعلامية، مؤسسة إعلامية في التزوير. الآن نتهم الآخرين نقول في الطبعات الحديثة يغيرون يغيرون، أكثر من هذا عمله أبو الخطاب في تلك الفترة وفي مع أهل البيت الذين هم مقيد عليهم والذين عاشوا في وحشة وتشريد وتطريد من أصحابهم فضلا عن أعدائهم. فكيف نتصور إذن ما موجود من روايات مدسوسة في كتب الروايات والتي نسبت إلى أهل البيت سلام الله عليهم، والراوي جامع الحديث إنسان أمين، كل ما سمعه نقله، ويبقى من يريد أن يبحث يميز بين الصحيح وغير الصحيح. إذن نقول هنا، ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة ما هو؟ خبر الثقة.
فإن خبر الثقة يؤدي إلى العلم لا يؤدي إلى العلم، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لا يؤدي إلى القطع لا يؤدي إلى اليقين، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو احتمال الشذوذ أو اشتباه، فهو دليل ظني ناقص. مع هذا نقول وقد، يقول السيد الأستاذ يقول وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه، فارتفع بين قوسين، ما هو الذي ارتفع؟ فارتفع الدليل الظني بين قوسين، الدليل الظني أو خبر الثقة، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى أي مستوى؟ إلى مستوى الدليل القطعي. من الذي رفعه؟ ليس نحن، وإنما شارع المقدس هو الذي رفعه. هذا أولا. ما هو أولا؟ تحت عنوان دليل ناقص، إذا كان، إذا حكم الشارع بحجية الدليل فيكون كالدليل التام. الآن عندما يقول إلى مستوى الدليل القطعي يعني الدليل التام، يعني الدليل التام مقابل الدليل الناقص، أو الدليل القطعي مقابل الدليل الناقص. يعني هناك عندما الدليل القطعي تستطيع أن تسجل الدليل التام. إذن ثانيا يقول وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص، لم يحكم، فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. ربما أيضا نحن طرحنا صورة، إذا حكم بعدم حجيته نقول هو حكم الشارع مسبقا قبل هذا الكلام بعدم حجية الظنون، هذه القضية منتهية خارج هذا، يعني خارج هذا البحث، قبل هذا فقط حكم بحجية القطع، أما الظنون فليست بحجة. فهنا نقول لذلك لم يشر إلى هذا، يعني لم يقول إذا حكم الشارع بعدم الحجية، لأن هذا حكم يسبق هذا، الدليل غير التام، الدليل غير القطعي ليس بحجة. الآن إذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص ماذا يرجع؟ يقول، يقال يرجع إلى العموم الفوقاني، إلى الحكم الأسبق. ما هو الحكم الأسبق بالدليل الناقص؟ أنه ليس بحجة. إذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. ثالثا وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، إذا شككنا ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص، ما هي القاعدة بين قوسين؟ إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس، إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. ونستخلص من ذلك، قبل الاستخلاص نرجع إلى ثالثا ماذا قال؟ وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، ولا يتوفر، كلام الأستاذ معلم، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها. نحن الكلام في أي قسم من الأقسام؟ في الشك، في الشك بحجية الدليل. بعد هذا فرع عليه قال لا يتوفر لدينا، لا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت، الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها. إذن كم قسم في هذا، في هذه العبارة؟ عندي دليل أشك به، والآخر، الآخر ثبتت الحجية شرعا، لاحظ يتوفر دليل يثبت الحجية. إذن عندي أولا يتوفر دليل يثبت الحجية، والثاني يتوفر دليل يثبت عدم الحجية، والثالث الشك. إذن التقسيم الذي ذكرناه أولا يعني يوجد نوع من الخلط والالتباس، يعني كأنما أصل في هذه العبارة تفهم منها بأنه أصل التقسيم ما هو؟ يوجد دليل على حجية الظن أو حجية الدليل الناقص، يوجد دليل على حجية الدليل الناقص، يوجد دليل على عدم حجية الدليل الناقص. أرجو فقط أن نفرق بين هذه العبارة وهذه العبارة.
يوجد دليل على عدم الحجية تفرق عن لا يوجد دليل على الحجية. واضحة؟ التفت جيدا. يوجد دليل على الحجية يوجد دليل على عدم الحجية ولا يوجد دليل على الحجية. فرق بين هاتين العبارتين. يوجد دليل على عدم الحجية، هذا ليس بحجة، ليس بحجة، لا نقاش في عدم حجيته، هذا الدليل ليس بحجة. لماذا؟ لأنه يوجد دليل على أن هذا ليس بحجة. أما العبارة الأخرى، لا يوجد دليل على الحجية، إذن يحتمل يوجد دليل أو لا يحتمل؟ يحتمل يوجد. لا يوجد دليل، لم نجد الدليل، لكن محتمل يوجد دليل، فنبحث حتى نيأس ونصل إلى مرحلة نقول إذن لا يوجد دليل، فإذن ليس بحجة. أما في الكلام الأول، وجدنا الدليل على عدم الحجية. فرق بين هاتين العبارتين عندما تقرأ، سواء في الأصول أو في غير الأصول، تفيد هذا التفريق يفيد. إذن يوجد دليل على عدم الحجية يفرق عن قولنا لا يوجد دليل على الحجية. إذن التقسيم على هذه العبارة ماذا قال؟ سأقرأ لكم ستكون واضحة. يقول الكلام أين؟ وقد نشك، إذن نشك بحجية الدليل الناقص. وقد نشك، يقول ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها. أي يعني لا يتوفر لنا دليل يثبت الحجية ولا يتوفر لنا دليل ينفي الحجية. إذن كلام عن الدليل. بينما في ثانيا ماذا قال؟ وإذا لم يحكم الشارع، لاحظ، إذا لم يحكم الشارع ترجع إلى يوجد دليل على عدم الحجية أو لا يوجد دليل على الحجية. لا، لم يحكم الشارع، لاحظ، يقول وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في استنباط، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. إذا لم يحكم الشارع، ماذا تفهم منها؟ يعني ممكن أن نفهم منها الوجهين في هذه. فإذا إذا قول إذا لم يحكم الشارع، يعني إذا حكم بعدم الحجية إذن هو لم يحكم. متى نتيقن بأن الشارع لم يحكم؟ عندما نقول إذا لم يحكم الشارع، يعني نتيقن بأنه لم يصدر حكم منه. واضح المسألة؟ لكن على ظاهر العبارة نقول إذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل، يعني لا نستفيد منها أنه يوجد فرق، لا نستفيد منها أنه صدر حكم بعدم الحجية. فالآن إذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل، ما هو فرقها على أنه بهذه؟ كيف مرة نستفيد منها هذا المعنى وهذا المعنى؟ ما هو الفرق من استفادة المعنيين؟ نقول إذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص، الآن ممكن بعدها فترة يحكم بحجيته. يوجد تناقض في عمل المولى أو لا يوجد؟ لا يوجد تناقض. الآن هو لم يحكم بالحجية، بعد يوم يومين يحكم بالحجية. لكن لو حكم الآن بعدم الحجية وبعد يوم حكم بالحجية، يكون تناقض أو لا يكون تناقض؟ لاحظ يوجد فرق بين، أرجو أن أكون قد وصلت الفكرة لكم. إذن نقول أو يقول السيد، ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا ما هو؟ الدليل القطعي أولا، الدليل القطعي ثانيا، الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا. كيف ثبتت حجيته؟ أيضا بدليل قطعي. إذن ما هو الدليل الذي حجة؟ أول شيء الدليل القطعي، وثانيا الدليل الناقص التي ثبتت حجيته بأي شيء؟ بالقطع. فنحن لا نتبع الظنون، وإنما نتبع الدليل القطعي الذي حكم بحجية هذا الظن دون غيره. فنحن لا نأخذ بخبر واحد لأنه ظن، لا نقول بقطعية خبر الثقة، لا نقول بحجية خبر الثقة، وإنما نقول بقطعية الدليل الذي دل على حجية خبر الثقة، نقول بقطعية الدليل. نسأل الله تعالى أن يقضي حوائج المحتاجين، بالخصوص من حضر إلى هذا المكان، إن شاء الله يدفع عنهم كل مكروه ويشافي مرضاهم. ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير وصلاح. والفاتحة إلى أرواح الحاضرين وشهداء، وأرواح السيدة الصدر والعلوية بنت الهدى والصدر الثاني. قبلها الصلوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.